السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إيهاب الصرافندي من قناة إيهاب تي في. بتمنى إنكم تكونوا بصحة كويسة وتكونوا مبسوطين، برحب فيكم عندي في قناتي، وأنا إن شاء الله هتواصل معكم يوم ورا يوم فيديو جديد عن جهاز جديد وعن موبايل جديد وعن كل التحديثات أولا بأول. اليوم جيناكم فيديو جديد، فيديو بيحكي عن جهاز جديد، جهاز نوت 9 برو. نوت 9 برو لشركة شاومي، هذا الجهاز ببطارية خرافية ومعالج قوي. بدنا نيجي مع بعض نشوف مواصفات الجهاز وكل حاجة عن الجهاز. بس قبل ما نشوف الجهاز، طبعا في طلب انتو عارفينه انه تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وخلينا نشوف الفيديو للآخر ان شاء الله بينال اعجابكم. شوف ايش في هنا، في ابرة وبيت كتالوجات، بيت اسود نفس الموجود مع جهاز نوت 9 اس. الجهاز مواصفاته بتقدر تقول مواصفاته يعني قريبة جدا من نوت 9 اس، بس في بعض الشغلات هنحكي عنها. الجهاز لونه رمادي، بيجي هاي الجهاز هنا بصمة من الجنب، جهاز مش بلاستيك، الظهر زجاج، كورونا جلاس، كورونا جلاس جيل الخامس. نشوف كاميراته، كاميراته هاي 4 كاميرات مع فلاش ليد، شاحن من تحت تايب سي، سماعة، مدخل السماعة الخارجي 3.5 ملليمتر. تمام، خلينا نشوف باقي ايش في غرضها موجود. طبعا هاي وصلة تايب سي، هي لونها حتى غير لونها حلو. شاحن 30 واط، ممتاز جدا، سريع 30 واط، ممتاز. خلي هذا كل العدة على شقة، وهي لازم تكون على شقة. خلينا نشوف الجهاز شكل الجهاز حلو جدا، تحسه ثقيل هيك رخم. الجهاز يعني نفس شكل الجهاز نوت 9 اس، بس الكاميرا تختلف، هنا الكاميرا 864 هناك 48. لقيت بدنا نيجي نحكي عن الجهاز. اول شيء الجهاز بيدعم شريحتين، خلينا نشوف. الوان الجهاز بيجي رمادي وابيض وازرق مخضر. هاي الجهاز بيدعم ايش؟ بيدعم شريحتين مع كارت ميموري في نفس الوقت. ماشي، الجهاز بيدعم شريحتين مع كارت ميموري. الجهاز طبعا الشريحتين جيل تاني او تالت او رابع. وزن الجهاز لو لاحظنا عليه ثقيل شوي، 209 جرام. سعر الجهاز تقريبا 300 دولار، يعني ما يعادل 1050 شيكل، يعني حاجة زي هيك 1050 شيكل. الجهاز بيجي 6 رام مع 128 او 6 رام مع 64، يعني بيجي الرام عالي اعلى من نوت 9 اس. النوت 9 اس بيجي 4، هنا بيجي 6، طبعا اذا كان 128 او اذا كان 64. طبعا جهازنا احنا اللي معنا، الجهاز اللي معنا اللي هو ايه 100
خلينا نجرب عليها. الجهاز اللي معنا اللي هو ايش 128 128 جيجا بايت مع 6 رام، شكله ثقب هي موجود، الكاميرا الأمامية، البصمة من الجانب حلوة كتير ما تكون من الجانب، يعني بتقدر تصلها بأسرع وقت. وهنا الفوليوم. طبعا الميزة الجهاز كمان انه جهاز إجزاز، الشاشة IPS، الشاشة IPS، البطارية خرافية 5020 ملي أمبير، والشاحن 30 واط. يعني عندك الشاحن بيشحن الجهاز فقط في ساعة وربع أو ساعة وخمسة وعشرين دقيقة فل، بيوصل 100%. لو طلعنا هنا بتلاقي ميكروفون ثانوي للضجيج والضوضاء، وهي الميكروفون الأولي. شاشة بتيجي فل اتش دي بلس 1080x2400 بكسل، معدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل انش. طبعا عليها طبقة حماية كورين غوريلا جلاس الجيل الخامس. الشحن تبعه 30 واط. الشاحن الجهاز 9 اس بيجي 22.5، لكن هو بيشحن 18 قبل ما يجي التحديث الجديد. هذا فرق طبعا في الشاحن السريع، هذا بيكون شاحنه اسرع من نوت 9 اس. ابعاد الهاتف، ابعاد الهاتف نفس ابعاد الهاتف النوت 9 اس. النوت 9 برو ابعاده 165.5، 165 يعني في 5.5 في 67.68 في 8.8 من 10 ملي متر. بالنسبة للمعالج، المعالج سناب دراجون 720 جي، معالج ممتاز في الألعاب، في التنقل بين الصفحات، في التطبيقات ممتاز، ما في مشكلة في هذا المعالج وما بيسخن. المعالج الرسومي هيليو جي 90 تي. لو لاحظنا مع بعض ألوان الشاشة، ألوان الشاشة هي موجودة قدامنا. ألوان الشاشة طبعا بعطينا الكواليتي، لو جينا على الكواليتي هنا الكواليتي هي 1080 ما في مشكلة، بيعطيني لعند 1080 فيش مشكلة، مش لعند 720. نيجي نشوف كمان صوته، نشوف البصمة ممتازة جدا ومكانها حلو ممتاز. لو حطينا الجهاز هيك من غير بيت مثلا ها بيقعد ما بيور ها برقصش يعني ما بيتحرك. ايوه نيجي هلقيت للكاميرا. الكاميرا عندنا اربع كاميرات رباعي العدسات، عندنا 64 ميجا بكسل الاساسية بفتحة عدسة 1.8، والثانية 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع بفتحة عدسة 2.2، والكاميرا الثالثة 5 ميجا بكسل لتصوير الماكرو طبعا 2.4، واخر كاميرا 2 ميجا بكسل للعزل 2.4 فتحة العدسة. الكاميرا الامامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.5. خلينا نشوف الكاميرا. الكاميرا صورة وهي مثلا 64 ميجا بكسل، في عندك بورتريه وليلي وبانوراما واحترافي، يعني التصوير كمان الليلي جربناه كان حلو، وفيديو قصير. كل الفيديوهات طبعا في موجود في الجهاز. شوف الكاميرا تاني، الصورة أربعة وستين تصور، يعني في عندك عدة كاميرات في الجهاز والكاميرا السيلفي. طيب
طبعا الجهاز بيدعم بالفيديو 1080 في 30 و1080 في 60 و1080 في 120، وبيدعم كمان التصوير 4K. الجهاز بيجي بواجهة IMUI 11 بأندرويد 10. الجهاز طبعا فيه الـ NFC موجود فيه الجهاز، كمان كويس، حاجة كويسة فيه، بيدعم لمبة الإشعارات، بس بيضل وزن الهاتف ثقيل شوية، بس مش مشكلة يعني، الواحد بحسه هيك رخم وملي إيد الواحد. عنا النوت 9 اس بيجي 4 رام، هنا بيجي 6 رام، الاثنين 6 رام، بيجي 6 رام على 128 و6 رام على ال64. الشاحن هنا اسرع، هناك الشاحن 18 22.5 بيجي، لكن بدعم 18. هنا 30 واط سريع، بساعة وربع بتشحن الجهاز كله في النوت 9 برو. طبعا اي جهاز شاومي بيجي بدون سماعة في العلبة. علشان احنا نذكر، جهاز التسعة اس النوت 9 اس بيجي 128 و64، بيجي 128 6 رام و64 4 رام، لكن هذا الجهاز بيجي 6 رام ال64 و6 رام ال128. يعني انا بنصح اللي بديش جهاز 9 اس او 9 برو ياخذ 9 برو، بزيادة شوي ياخذ 9 برو. كانت هذه مراجعة سريعة لجهاز نوت 9 برو، وان شاء الله فيديو تاني هيكون في مراجعة ادق، لانه انا هستخدم الجهاز وهقول لكم كل مواصفاته وكل عيوبه وكل اشي عن الجهاز ان شاء الله في فيديو تاني. بتمنى ان يكون الفيديو اعجبكم وانكم تكونوا تزودتوا بالمعلومات، وشكرا لصبركم علينا، واتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا اعجاب للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو اخر.